تعالوا بينا نروح لأول وصفة عندنا اللي هي الرغايف معمرين بالكبدة، يعني الفطائر محشية بالكبدة. هنعملها عبارة عن إيه أو العجينة عبارة عن إيه؟ سجلوها معايا لأنها حلوة قوي. 2 كوباية من الدقيق، كوب دقيق أسمر يعني نفس الكوباية اللي هنوزن بيها، نوزن بيها كمان رشة ملح ومية دافية للعجن حسب الحاجة أو حسب احتياج الدقيق على حسب نوع الدقيق اللي عندنا، وكمان عندي زيت للفرد. عندي الحشوة بتاعتي عبارة عن بصل مفروم، فلفل أحمر وأخضر، ثوم مهروس، كبدة طبعا نقطعها شرايح أو مربعات براحتنا خالص اللي يناسبنا، زعتر، وعندي بابريكا، عندي كركم، فلفل أبيض مش أسود، وكمون. وبالنسبة للتزيين هزين، هاخد بيضة وهضربها مع شوية خل وهحط عليها شوية سمسم أو حبة البركة اللي يناسبني. نبتدي أول حاجة بالحشوة بتاعتنا، نحط الحشوة بتاعتنا ده أهم حاجة. هحط هنا شوية زيت عادي وهشيل الطاسة بتاعتي عشان سخنت معايا قوي، فخليني أبعدها خالص. وهعمل إيه؟ هبتدي أنزل المكونات بتاعتي. هنزل البصل أهو بالشكل ده، وهبتدي أقلب فيه وهرجعه هنا. وانس إني أنا رجعته هنا عايزة أديله طعم او نكهه حلوه جدا، بزود له شويه زيت زيتون. بس طالما انا سخنت الطاسه كويس جدا ما اشتغلش بزيت الزيتون عشان ما يتحرقش مني ويطلع لي دخان او يطلع دخنه فيبقى عندي سموم، مش حاجه صحيه استفيد بيها. ناخد بالنا من الحته دي في زيت الزيتون بالذات. طيب هقلب تقليبه بسيطه كده، مش هستناه لحد ما يدبل معايا لا خالص. بحط ايه؟ الفلفل، وهبتدي انزل التوابل. هاخد الفلفل الاخضر اهو والفلفل الاحمر، ممكن تكتفوا بنوع واحد وممكن تزودوا الفلفل الاصفر كمان، يعني دي حاجه بترجع لنا او دي حاجه بتاعتنا احنا. هبتدي اخد بقى التتبيله بتاعتي كلها اهي، والثوم معانا. هنسيب الكبده اخر حاجه، الكبده ما بتاخدش وقت في السوى خالص. الماكسيموم لو عايزين الكبده تبقى معانا تمام من 15 دقيقة ل 20 دقيقة، وهتبقى معاكم الكبدة بتاعتكم حلوة جدا ومستوية عشان تبقى معاكم جوسي وطرية ما تنشفش مننا خالص فما نستطعمهاش. طيب حطينا خليط من زيت الزيتون والزيت العادي معاه البصل، قلبناه تقليبة بسيطة. حطيت الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والثوم، وهحط الكركم اللي هو الخرقوم، هحط البابريكا اللي هي التحميرة، الفلفل الأبيض اللي هو البزار البيض، كمان عندي الكمون اللي هو احنا كنقولوا ليه في المغرب الكمون، والزعتر ناشف اللي بيديني طعم حلو جدا مع ايه اهو مع الكبده، بيديني تيست حلو جدا. وهقوم حاطه الملح على حسب الرغبه بتاعتي. طيب هقلب الصوص ده او هقلب التقليبه دي كلها مع بعضها واسيبهم دقيقة أو دقيقتين يتشوحوا مع بعض، بعد كده هضيف عليهم الكبدة بتاعتي. هزود مية، مش هزود مية خالص، لو احتجت ممكن أزود شوية زيت زيتون بس ما تزودوليش مية خالص، إن البصل مع الفلفل مع الكبدة لوحدهم هينزلوا المية بتاعتهم، عايزاهم متشوحين. تعالوا بينا نعمل العجينة بتاعتنا. خلوني أتعامل مع العجان ده إزاي بقى أنا أهو أهو. طيب تعالوا بينا نعمل، قولولي أستاذة رجاء من المغرب، أهلا وسهلا، كلمينا تاني، شكلها في مشكلة في الخطوط. يلا بينا نحط، قلنا 2 كوباية من الدقيق، الدقيق يكون منخول عشان الفطاير بتاعتكم تبقى خفيفة معاكم، ما تبقاش تقيلة، ما تبقاش معجنة، يعني لما نيجي نعملها ما تبقاش الفطيرة معايا معجنة. دقيق الأسمر اللي هو الدقيق الكامل القمح الكامل بس منخول اللي بيبقى فيه ردة نخلاه كويس جدا، أوكي، يتنخل مرة واتنين. الدقيق بتاعي برضو يتنخل مرة واتنين. هحط ملح وهالزيت هسيبه على جنب لحد ما ايه، لحد ما نعمله في الفرد، يعني انا هحتاجه للفرد. هنزل العجان بتاعي، هخلط خلطة بسيطة بالشكل ده، وتكون عندي المية بتاعتي دافية. هبتدي اعجن بالمية عيني ميزاني او عيني ميزاني، هي اللي بتحدد لي قد ايه هحتاج مية. انا هوريكم قوام العجينة اللي احنا هنحتاجه وانتوا تقولولي.
دلوقتي انا حطيت الكبده بتاعتي ضفتها، هسيبها تتشوح وهعمل ايه؟ هغطي عليها عشان البخار يسويها لي وتنزل الميه بتاعتها. كده كده انا مش حاطه عليها ميه خالص. هاجي للعجن بقى، هنا هبتدي اعجن، اكمل عجن وهزود الميه، الميه تبقى معايا دافيه او بارده، يعني مش بارده بارده، فتره يعني تبقى معايا من الحنفيه، حلوه جدا ممكن اعجن بيها عادي جدا جدا جدا. بنحطها بالشكل ده وهقعد ادلك فيها او ندلكوا فيها بيدينا لحد ما تبقى معايا ملمومه كويس جدا. طيب الزيت للفرد بحتاجه فين؟ اهو هعمل كده وهدهن السطح بتاعي ضروري جدا بشويه زيت، لازم يكون مدهون زيت. العجينه بتاعتي لازم ناخدها ونخليها ترتاح شويه حلوين، حوالي 10 دقائق تقريبا، ضروري جدا عشان العجينه معايا تبقى معايا طريه جدا وتمشي مع ايدي وما تتقطعش. تعالوا بينا شوفوا الورق بتاع المسمن او بتاع الرغايف بتاعي، بخلي الورقه رفيعه جدا اهو، شفافه، يعني انا بالنسبه لي دي شفافه. هاخد الحشوه بتاعتي زي ما قلت لكم هشتغل بايدي، هاخد الحشوه بتاعتي هعملها كده، بالشكل ده تمام، هخليها كده ومش هضغطها خالص، لا انا هخليها بالشكل ده اهي، بالطريقه دي، بنفس الطريقه دي. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد شوكة وفرشة، خلونا ناخد شوكة وفرشة اهو، ونجيب بيض مع خل، لازم البيض مع الخل ضروري جدا عشان يديني طريان حلو جدا. بصوا بقى الفطاير بتاعتنا اهي دهنتها بشوية بيض مخفوق كاملة ومخفوقة بالشكل ده، وعملنا ايه؟ نفضي السكة اهو عشان تبقى زهر الفطيرة بالطريقة دي.